ورجعنا مشاهدينا مرة تانية، لسه مكملين مع بعض فقراتنا في نهارك سعيد، ومعانا فقرة يعني من أهم الفقرات اللي دايما احنا لازم نعمل عليها سبوت في كل برامجنا وفي كل حاجة الحقيقة، لأنه النهاردة معانا بطلة. البطلة دي رفعت اسم وعلم مصر في بره مصر، يعني عايزين نقول كمان انه مش بس كده، هي مصر ولادة، يعني طول الوقت ابطالنا بيخرجوا بره، بيجيبوا لنا ميداليات، بيجيبوا لنا جوائز، بيرفعوا اسم وعلم مصر بره في كل مكان. دي حاجة تشرفنا قوي قوي قوي. النهارده عايزين نتكلم عن البطولة العربية للألعاب العربية ال 12. نقدر نقول ان احتلت مصر بقى عرش الرياده العربيه لدوره الالعاب العربيه ال 12 اللي اقيمت مؤخرا في قطر برصيد 233 ميداليه متنوعه، منهم 88 ذهب و67 فضه و76 برونز. النصيب الاكبر الحقيقه كان من عدد الميداليات المصريه، كانت للقوس، للعبه القوس والسهم والسباحه كمان. جميع ابطال القوس والسهم كان جمع ابطال القوس والسهم كان 12 ذهبيه و7 فضيات و14 برونزيه، وده طبعا بفضل تالق بطلتنا اميره منصور اللي نورانا النهارده في الاستوديو نهارك سعيد، واللي جمعت 7 ميداليات، 6 ذهب و1 برونز. صباح الخير يا اميره والف مبروك. صباح الخير يا اميره. صباح النور. ازيك؟ الحمد لله تمام. انت بسم الله ما شاء الله اميره، يعني انا قدامي 7 ميداليات، جبتيهم ازاي دول؟ تمرين. بالتمرين. تمرين. والإصرار. أكيد. صح؟ صح. أميرة عرفيني على نفسك كده، أنت بتعملي إيه؟ بتدرسي إيه؟ قولي لي. أنا اسمي أميرة منصور، عندي 20 سنة، بلعب قوس سهم من 2001، كان عندي 10 سنين تقريبا، 19 سنين، بدرس فنون تطبيقية في الجامعة الألمانية. أمريكية؟ ألمانية. الألمانية. تمام. ما شاء الله أميرة، زي ما أشرف بيقول 7 ذهب و1 برونز، يعني أو 6 ذهب و1 برونز. 6 ذهب و1 برونز، يعني رقم كبير أولا في الميداليات. أنا لسه كنت عايز أسألك إنه هو الرقم ده حصل قبل كده في لعبة القوس والسهم، إنه حد أخذ 7 ميداليات مرة واحدة من الأبطال اللي كانوا في القوس والسهم؟ أنا مش متأكدة هي حصلت، بس أنا مظنش إن هي حصلت قبل كده، لأن هو أصلا احنا عندنا بيبقى 7 ايفنتس، فما اظنش ان حد خد ميداليات في ال7 ايفنتس، تقريبا كلهم ذهب ما عدا واحده برونز، يعني مش عارفه لو ده حصل، يعني بس حتى لو ما اظنش، حصلت يعني متفاوته يعني استثنائيه ما حصلتش كتير. لا ما حصلتش كتير يعني. مبروك مبروك علينا انت يا اميره، بجد مبروك. اميره انا مش عايزك تبقي مكسوفه، اميره انا حاسس انك انت مكسوفه على الهوا. بقول لك يا اميره، واحنا لو بعنا الميداليات الذهب دي تجيب لنا حاجه يعني، ولا يعني ممكن نطلع لنا بكام الف دولار مثلا ولا ايه؟ لا طبعا هي دي مش ذهب حقيقي. مش ذهب. يعني هتعمل بيهم ايه يا اشرف، او هتعملي بيهم اميره، هتعملي ايه بيهم يا اميره؟ ولا حاجه، اكيد هعلقهم في البيت يعني. مش برافو عليكي. عايزه بقى اتعرف اكتر على لعبه القوس والسهم، يعني في ناس كتير لسه مش عارفه التمارين بتاعتها بتبقى عامله ازاي، اللعبه نفسها قواعدها ايه، احكي لنا كده عن بدايه اللعبه دي وماشيه ازاي. هي القوس والسهم تعتبر اقدم لعبه في التاريخ، لان زمان كانوا بيستعملوها عشان بيصطادوا بيها، وبعدين كانوا بيحاربوا بيها وكده. و احنا دلوقتي يعني كرياضه يعني فيها البطولات فيها نوعين مختلفين، نوع اسمه الفيتا راوند ونوع اسمه اولمبيك راوند. الفيتا راوند ده نوعين في اللعبه يعني، لا مش في اللعبه، في البطولات. في البطولات يعني هو في كذا نوع من الاقواس، منهم نوعين مشهورين اسمهم الكومباوند والريكيرف، بس الريكيرف اللي هو اللي انا بلعبه هو ده الوحيد اللي بيدخل الاولمبيكس. اوكي. ففي نوعين بقى للريكيرف في البطولات، واحد اسمه فيتا واحد اسمه اولمبيك راوند. الفيتا راوند ده بنلعب 4 مسافات، وهو ده اللي كان في دورة الألعاب العربية. بالنسبة للرجالة بيبقى 90 70 60 و50 متر، لا معلش أنا آسفة، 90 70 50 و30 متر، ده بالنسبة للرجالة. بالنسبة للستات بيبقى 70 60 50 و30، يعني بيبدلوا 70 أو 90 متر. دي اللي أنت بتبقي واقفة من أول ما بتمسكي السهم من المكان بتاعك لغاية المكان اللي بتنشني عليه. بالظبط 70 متر. 70 متر ده أطول حاجة بالنسبة للسيدات، وبالنسبة للرجالة أطول حاجة 90 متر. تمام. ده الفيتا راوند. بعد كده بقى بعد بنلعب الاربع مسافات دول بيجمعوا التوتال بتاعهم كله على بعض وبنترتب، وبعدين بنبتدي نلعب ماتشات. يعني مثلا لو هنلعب دور ال 16 مثلا، الاول بيلعب ال 16 وبعدين التاني بيلعب ال 15 وكده، وبعد كده بيبقى فيه الفرق وبس. من دول يعني هل القوس والسهم ده من ايام الفراعنه؟
ولا ما عندكيش فكره؟ من ايام الفراعنه. صح، تمام. طيب اميره انت بتتدربي قد ايه يعني في اليوم؟ وقت كم ساعه في اليوم؟ يعني احنا لو في معسكر بنتمرن 7 ساعات في اليوم تقريبا. بنتمرن يعني من اول ما الشمس تطلع، من اول ما نقدر نشوف الحته اللي احنا بنشن عليها لغايه تقريبا ما الشمس تنزل احنا بنتمرن، وبعدين بناخد بريك صغير نتمرن تاني ناخد طب بريك اسمحي لي يا اميره معلش، عشان ايه يعني ممكن يكون حاسك كثير هتجيب لها قوس وسهم دلوقتي. اسمحي لي يا اميره جربي لي لو تجربه سمحت فعليه. لا يعني مش كتير مننا يعرف عن اللعبه دي، يعني احنا نعرف القدم، كرة القدم، الهاند بول، الباسكت، التنس، يعني السباحة يعني. انتوا بتتدربوا ازاي؟ يعني انا حاسس ان القوس والسهم دي لعبة عايزة تركيز اكتر وعين اكتر من اي حاجة تانية، صح ولا انا غلطان؟ صح. لا هي يعني هي ملهاش علاقة بالبصر قوي يعني، بس يعني هي ليها علاقة بالتركيز والثبات لا وحاجات اكيد كده. يا امينه ليها علاقه بالبصر، يعني مش لا معقول يعني هضرب كده واقف كده. لا يعني مش قوي كده يعني، قصدي لو واحد نظره ضعيف يعني هيعرف تمام يلعب عادي يعني. تمام بيبقى ايه البوينت اللي انتوا المفروض يعني، هل في بوينت معينه لازم السهم يوصل عندها، ولا بس ال 90 متر لازم توصل لها لا وخلاص؟ طبعا احنا في بنشن على حاجه حاجه. يعني في احنا بنشن على تايت فيس. تايت فيس ده عباره عن دوريات. تمام. انت جايبه لنا صور على فكره صح؟ بس ما اظنش ان فيها ال لا عندنا صور، ما اعرفش المخرج معانا صور بس ما معانا. فيهاش اللي هي بتشرحه دلوقتي. هي يا طيب اميره تمام. البتاع احنا بنشن عليه ده بيبقى دوريات، كل دورية برقم من 10 لواحد، نعم وبعدين في المس اللي بره خالص يعني. اوكي. برضو ما رديتيش على سؤالي بعد اذنك معلش، انتوا بتتدربوا ازاي؟ يعني انا عارف، هل بتعملي فتنس مثلا يعني لجسمك؟ احنا هل لا بس يعني الفتنس بيبقى غير يعني غير وقت التمرين يعني. بنعمل فتنس ومفروض احنا بنعمل فتنس وبنجري وبندخل جيم وكده برضه، كويس قوي. بس يعني في التمرين نفسه بقى يعني بيبقى معانا حاجتنا اللي هو الاقواس كلها الاكويبمنت والاسهم بتاعتكم. الاكويبمنت بتاعتنا. بنلعب حسب بقى البطوله اللي احنا بنجهز لها بتبقى ايه، لو اللي هي كذا مسافه، ولا اللي هي الاولمبيك اللي هي بنرمي بس مرتين 70 متر. نعم لو اللي هي بس بنرمي مرتين 70 متر دي بنركز بس على مسافه واحده. الاول بنسخن على مسافه قريبه وبعدين بنركز على مسافه واحده اللي هي 70 متر نعم نعم وبنرمي. هي القوه اللعبه دي يعني، هل السيدات او البنات اللي زيك بيواجهوا مثلا مشاكل او صعوبات شويه في الاول بالنسبه للعبه دي؟ لان اعتقد ان هي محتاجه عضلات يعني او قوه، فاهمه، علشان مثلا نشد السهم جامد قوي، ولا فاهمينا يعني هل ده فعلا حقيقي ولا لا؟ لا هي من الاول يعني لما تيجي بتبتدي بحاجه خفيفه، وبعدين بتبتدي ممكن تعلي الباور بتاعها بحيث ان هي ممكن تبقى اقوى، بس في الاخر طبعا اكيد الولاد بيبقوا بيلعبوا بحاجه اقوى من البنات بيلعبوا بيها يعني. نشوف الصور اللي معانا دلوقتي على الشاشه هتطلع أميرة دلوقتي. قولي لي انطباع الناس ايه وانتوا حصلتوا على 132، يعني بلد واحدة بس واخدة 132 ميدالية، والناس هناك في قطر او الناس التانية اللي مشتركة اللاعبات استقبلوك ازاي او بيبصوا لك ازاي؟ انت اديني احساسك ايه وانت بترفعي علم مصر كده حلو؟ لا هو اكيد انا فخوره كده جدا طبعا يعني، ومبسوطه ان انا جبت لمصر ميداليات كتيره وكده، بس يعني ال ما اعرفش تاني بصي دي ازاي. اول دي اول لا بطوله يعني عينين الناس اللي تحصلي حواليكي فيها. كانوا عاملين ازاي؟ كانوا عاملين زينا كده يعني؟ حاسدينك مثلا؟ على فكره انت عايزه كانوا تعملي ميداليات دي اصلا. كانوا يعني مبهورين بيكي بانك انت حاجه بطلع حاجه ما مش قليل زي ما انت قلتي ان هو بيحصل على ست ميداليات ذهب وواحده برونزيه. يعني اكيد اكيد كان في ناس بيشجعوني وكده، حتى مش من مصر يعني، من بره مصر اكيد كان في ناس بيشجعوني وكده، تمام بس ما اعرفش يعني وجهة نظرهم. تمام وجهة انا نظرهم نسيت صح. السؤال. نسيت سأل. السؤال. لا كنت انا عايزه اعرف فعلا دي اول بطوله تحصدي فيها ميداليات او جوائز. لا هو انا دخلت بطولات قبل كده كتير، دخلت يعني بطولات افريقيه كتير، مش كتير، دخلت بطولتين افريقيتين، واحد فيهم خدت تاني، واحد خدت تالت، ودخلت بطولات عربية برضه خدت فيها ميداليات كتير الحمد لله. و يعني هي أكتر بطولة مفضلة بالنسبة لي هي كانت بطولة العالم، كانت في إيطاليا شهر 7 اللي فات. أميرة دي الصورة اللي على الهوا دلوقتي، دي الصورة دي وانت هناك في الدوحة، ده أنا هناك في الدوحة، ده في ماتش الفاينل. ماتش فاينل، كل واحد بيلعب سنجل صح؟ ده هنا في الانديفيديوال. كنت بلعب ندى ممدوح برضو معانا في المنتخب المصرية برضو. اوكي. يعني مصر بتلعب قصاد مصر وبعد كده بتلعبي مع دول تانية ولا لا ايه؟ هو ده الفاينل، انا قبل كده كنت بلعب يعني الفاينل الانديفيديوال ده كل الناس بتلعب بعض يعني.
القوس شكله تقيل، شكله تقيل جدا ومحتاج فعلا عضلات، محتاج لعب وجيم وحاجات كتير قوي صح ولا هو تقيل؟ اه بس يعني مع التمرين عضلات بتقوى. خلاص يعني. اميره في صدفه غريبه جدا ان انا من حوالي كام يوم كده كانت اختي موجوده عندي هنا في مصر، فجبت لهم لاولادها القوس والسمن برضه والله ما بهزر يعني. اه في لعب يعني. قولي لي، قولي لي والدتك ووالدك يعني، وانت بتقولي لي من 10 سنين يعني، كان عندك 10 سنين تقريبا، ايه نوع التشجيع ان انت خدي القوس والسهم، انت هتلعبي قوس والسهم، انت فاهمه يعني؟ مش باليه مثلا يعني، انت فاهمه حاجه مش ريجولر يعني، حاجه مش عاليه يعني. هو انا اصلا كنت بلعب باسكت. تمام. كنت يعني كان بقالي شويه بلعب باسكت، ولعبت برضو باسكت مع قوس سهم فتره، بس انا كان عندي قرايبي كانوا بيلعبوا قوس سهم، كانوا يعني بيقعدوا يتكلموا عليها وكده فعجبتني، وكان في احلى من قرايبي راحت الاولمبيكس 2004 كمان، فالموضوع كان عاجبني يعني، كويس. فكنت عايزه اجرب يعني وكده، فدخلت جربت وعجبني. قولي لي اول مره تمسكي القوس والسهم ده كان ايه؟ كان يعني زي ما انا عملت كده في اولاد اختي، جبت لهم حاجه كده لعبه ولا اول حاجه اول كده حاجه خليتك مسكتيها؟ تتشدي قوي للعبه دي وتقولي انا قررت ان انا احترافيا ان انا اكون جوه بلعب اللعبه دي؟ لا هو انا ما يعني ما جاش وقت وقررت كده، هي يعني هي خدت هي الوقت. يعني انا ابتديت العب ودخلت اول مره ادخل المنتخب، كانت تقريبا عندي 13 14 سنه كده، بس طبعا كنت في الصغيرين يعني، ما كنتش بدخل بطولات دوليه وكده، كنا بس نتمرن معاهم. كويس. اهم قواعد اللعبه ايه؟ الحاجات الاساسيه لو حد النهارده قاعد بيتفرج كده علينا وعايز يعرف اكتر عن اللعبه دي، ايه اهم القواعد لما بتيجي تلعبي اللعبه دي؟ اي اهم حاجات لازم تكون في بالك؟ اهم القواعد اللي انت بتاخدوها مثلا في مش في المعسكر، بيبقى فيه زي محاضرات مدرب بيبقى، ولا ملهاش علاقه؟ لا يعني هي قواعد ثابته بتبقى يعني كل الناس عارفاها وخلاص يعني. اللي احنا هي بقى مثلا بنلعب 6 اسهم في وقت معين، بنلعب 6 اسهم في 4 دقائق، الاسهم اللي تترمي بعد ال4 دقائق دي بتبقى بيتشال اعلى سهم من عندك وما بيتحسبش السهم نفسه. في تايم يعني محدد لازم تكوني في لعبتي تايم فيه؟ معين لازم ابقى خلصت فيه الاسهم، ولما بنلعب ماتشات وكده الوقت بيقل يعني، ال4 دقائق دول بيبقوا دقيقتين، لما بنلعب فرق بيقل برضه بيبقى دقيقتين كده. مفيش بقى طرد وانذار والحاجات دي لا زي في في طبعا، طبعا. ليه بقى؟ ما أميرة على عرفينا. فكرة احنا مش يعني كلنا كمشاهدين نارك سعيد واحنا كمان كمذيعين مشتاقين ان احنا نعرف منك معلومات احنا على فكرة ما نعرفهاش، انت اللي عارفاها الوحيدة اللي عارفاها، فيعني احكي لنا اكتر يعني، ما تبخليش علينا يعني. ايه بقى الطرد بيبقى في حالة ايه والانذار في حالة ايه؟ يعني هو في لو انا مثلا واقفة بلعب وحد اشتكى مني ان انا بعمل حاجة معينة، يعني ممكن مثلا ببقى بخبط اللي قدامي مثلا، بعلي صوتي وانا يعني وانا واقفه على خط الرميه، ما ينفعش اتكلم قوي يعني، بعلي صوتي وكده في الاول بياخد انذار، وبعد كده ممكن اخد طرد. ما تلعبيش بقى الماتش اللي بعده او ال لا ما كملش، ما اخرج تكملش بره خالص. خالص. وفي الفرق بيبقى عشان احنا بنبقى 3 لعيبه بنلعب مع بعض ضد بلد تانية او فريق تاني برضه 3 لعيبه، فبيبقى عندنا وقت معين لازم ندخل فيه على خط الرمايه اللي هو اصلا بعد لما الوقت بيبتدي، فبنبقى كلنا مستعجلين عشان احنا بيبقى عندنا وقت ضيق قوي ان احنا نرمي فيه، فلو دخلنا قبل ما الوقت ده يبتدي بيجي لنا برضه انذار ولازم نرجع وندخل تاني، فده بيضيع مننا وقت اكتر، ولو عملناها كذا مره برضه ممكن ناخد طرد. كويس جدا. واللعبه دي ان شاء الله ليها مستقبل طويل يعني، تقدري تلعبيها لحد سن كام؟ لا اخرها ايه؟ ملهاش ليميت ملهاش ليميت ازاي؟ يعني يعني ممكن حد ملهاش كبير في السن ملهاش يلعب يفضل يلعب او يمكن يعني تكملي في احنا معانا اللعبه؟ في منتخب ناس كبار. طب لغاية سن كام؟ لا ما فيش ملهاش سن ليميت يعني، از لونج مفيش ان سن. انا بجيب السكورات اللي تأهلني ان انا العب في المنتخب او تأهلني ان انا العب دوليا خلاص طب ممكن اميره العب. دلوقتي اللي احنا انا بس هقيس على حاجه شائعة شوية احنا كلنا عارفينها يعني، انه مثلا في الكورة في عائد مادي يعني، انت لو بتفضلي طول عمرك مثلا زي ما تقولي ما فيش سن اصلا كمان في القوس والسهم، هتفضلي طول الوقت او طول عمرك مثلا ان شاء الله ربنا يديكي طول إن عمرك شاء كده الله. وتجيب لنا جواز على طول، بتلعبي اللعبة دي، هل في عائد مادي ولا بقى انت لازم يكون عندك شغل بره، ولا هي ما فيش تعويض يعني بالنسبة انت بتلعبي اللعبة دي؟ لا هو انا لازم طبعا يبقى عندي شغل بره يعني، يعني مفيش انا عائد مفيش زي عائد لعبة مادي يعني، الكورة ما باخدش مثلا؟ ما بناخدش مفيش. ولا مرتبات ولا الكلام ده خالص، ساعات في البطولات ممكن ناخد مكافآت بس طبعا مش في كل البطولات، حتى مكافآت يعني ما بتبقاش ان انا ممكن ما تبقاش قوية يعني، مش فظيعة فلا يعني قوس السهم لازم يبقى جنبها شغل حاجة. اساسي. طب أميرة يعني بلاش يدوكي فلوس، طب هل استقبلوكوا هنا في مصر بترحاب بشكل لائق ل 132 ميدالية؟ هي واحنا راجعين من قطر احنا كنا راجعين على كذا كذا
يعني كذا بعثه راجعه، يعني مصر كانت متقسمه على كذا بعثه وراجعين في اوقات مختلفه. احنا لما قوس السهم كنا راجعين مع تقريبا البولينج وكذا لعبه تانية مش فاكره ايه بالظبط، احنا ما كانش في حد بيستقبلنا في المطار خالص خالص خالص. دي حاجه طبعا زعلتكم جدا كفريق قصص السهم. يعني ما اعرفش، يعني هو طبيعي ان احنا محدش بيستقبلنا. بس يعني احنا في قطر بعد ما خلصنا لعبه على طول الناس اللي كانوا عايزين يعملوا انترفيوز معانا وكده، وده في قطر مش في مصر، فيعني المفروض في مصر يبقى الواحد بس برضه. بلدي. يعني احنا بعد لما رجعنا برضه كان في انترفيوز كتيره وكده، بس يعني في المطار برضه الموضوع بيبقى مختلف. يعني اكيد ده انت بطله بطله، نورتينا كده ورفعتي اسمنا وتخلي ناس تتكلم علينا بره، ان انت جايبه ما شاء الله ميداليات كتير قوي. قائمين يا اللعبه جماعه، اللعبه بدون قطع كلامك، القائمين يا جماعه على يعني وزاره الشباب والرياضه والكلام ده، يعني يا جماعه يعني اهتموا اي شويه. نعم الكره مهمه، واي نعم الناس اللي بتلعب كوره مهمه طبعا، وكل يعني كل ابو تريكه بقى والحضري يعني كلهم كويسين مهيلين، بس في ناس بتجيب ميداليات، وزي ما انا شايف كده ذهب، وانا هاخد الميداليه على فكره الذهب دي منها النهارده، بصي هو اشرف عندي مصر ان اقساط هي لازم ادفعها، فيها لو باعها هتجيب له حاجه بس يعني. يعني يا جماعه في ناس بتعمل انجاز لمصر وبترفع علم مصر، وخصوصا احنا بعد 25 يناير ما ينفعش ان احنا نلاقي واحده بطله تعتبر عالميه انها تجيب جوائز بالشكل ده، لو دخلت بطوله عالميه هتجيب جوائز برضو، يعني ما ينفعش ان احنا ما نهتمش بيهم بهذا الاسلوب، احنا هندي بس لمصر وللجهات المعنيه بكل شؤون الرياضه وبكل الالعاب الاخرى غير كره القدم مساحه، المساحه دي ان احنا نبدا ايه نعلى بالحاجات التانية ونعمل عليها سبوت لايت غير الكوره. ده انا عارفه ان طبعا محتاج شويه وقت، فبس لازم من دلوقتي نحط الحاجات دي في الاجنده بتاعتنا وفي الملفات بتاعتنا. بطولتك الجايه ايه؟ او داخله بطولات ايه قريب؟ هو احنا في بطوله في شهر 3 في المغرب ان شاء الله، دي المؤهله للاولمبياد. هو يعني هو التأهيل الأولمبياد ليه شرطين، سكور مؤهل وإن احنا نجيب مركز في البطولة الأفريقية اللي هي البطولة في المغرب اللي جاية إن شاء الله. احنا في يعني أنا وبنتين تانيين وولدين جايبين الرقم المؤهل، فاحنا محتاجين بس المراكز اللي هي في البطولة اللي جاية إن شاء الله. حلمك بس ايه؟ حلمك ايه على المستوى الرياضي؟ حلمك ايه على المستوى العلمي او العمل؟ حلمك ايه على المستوى هو انت مبدئيا بلدك؟ شكلك مش باين عليكي خالص ان انت عندك 20 سنه مبدئيا، يعني انا ما شفتك افتكرتك 14 15 سنه حاجه كده، ف يعني ده شيء حلمك ايه جميل يا أميرة؟ حقيقي. يعني هو حلمي في الرياضه، حلمي كاي رياضي ان انا اجيب ميداليه في الاولمبياد. الاولمبياد هي اكبر بطوله في الرياضه. وان تكون هي لعبه منتشره كده والناس تبقى او عارفه، ما اكيد يقعدوش يسالوا دي اللعبه دي بتتلعب ازاي ولا قواعدها ايه والحاجات دي. يعني هو انا بتهيألي يعني طول ما فيش ناس كتيرة بتلعبها مش هتبقى معروفة أوي كده. يعني ده سبب من أسباب عدم انتشارها. يعني اللعيبة في مصر، يعني مصر كلها مثلا 2500 واحد، 3000 واحد، مش كتير. يعني معرفش هما هي وصلوا لسه للعدد حتى ولا لأ، ما بس بتحبش تلعبها قوي علشان هل فيها جهد أكبر أو زيادة عن ألعاب تانية، ولا تفتكري هي ليه من وجهة نظرك الناس ما بتقبلش قوي على اللعبة دي؟ هي يمكن ما بتقبلش قوي عليها عشان هي مش معروفه. بس ممكن حاجه من الحاجات طبعا. هي فيها جهد كبير طبعا، ولازم ان في الاول خالص نبقى صبورين بزياده عشان نقدر نفهمها توصلي ونكمل فيها. يعني نكمل حلمك. حلمي اصحى اوعي تصحي من النوم. بعيدا عن الرياضه يعني. هو انا حلمك ايه رياضيا؟ حلمك ايه شخصيا في العمل في الحياه؟ حلمك ايه لبلدك؟ لبلدي طبعا، نبتدي ببلدي. عايزه طبعا مصر تبقى احسن من كده كتير، وبالذات في الاوقات اللي احنا فيها دلوقتي. يعني انا بتهيألي ان احنا من الاوقات اللي احنا عدينا فيها اسوأ اوقات، ما اعرفش لو ممكن نجيب حاجه اسوأ من كده، يعني ما اظنش يعني. فان شاء الله الوقت اللي جاي يبقى احسن من اللي تمام فات ومن اللي قبله ان شاء الله. تمام بيقولوا علينا ايه بره لما كنت في الدوحه وفي البطوله؟ يعني كان بتسمعي ناس بتتكلم عن الثوره عندنا او عن المصريين او اللي وصلنا له او الانجاز اللي عملناه، يعني حاجه من الحاجات دي؟ مش قوي، لان احنا كان معانا كل الناس اللي كان عندها ثوره برضو، يعني كان معانا ليبيا وكان معانا تونس وكان معانا سوريا وكان معانا كل. لا سوريا ما جاتش، سوريا ما طلعتش. ليه بقى؟ ما جاتش عشان سياسيا، المشاكل اللي عندها عشان سياسيا. المشاكل اللي عندهم، يعني سوريا ما شاركتش معانا. أميرة وانت كده في لحظة من اللحظات وانت بتركزي وبتنشيني على الهدف بتاعك، تفتكري مين؟ جت في بالك مصر؟
هو انا بيجي في بالي مصر في الوقت اللي قبل ما انا بوقف على الخط، انما قدام بقى الحكايه انا عايز الهدف مش عايز حاجه تانية. لان انا واقفه على الخط لو فكرت في اي حاجه تانية مش هعرف اعملها. طب انا يعني خلاص استوليت على البسها او الميداليه دي يا جماعه، و عشان ما نبقاش حرام وانا من مبسوط حاجه. بجد ان انا معايا الميداليه، هاخدها ولا ايه النظام؟ ما تبقاش هتقدر تتفرج فيها بالسهوله دي ولا ايه؟ لا ما اقدرش اتفرج فيها طبعا. البطوله اللي جايه امتى للالعاب العربيه؟ لا الالعاب العربيه دوري العربيه امتى بقى؟ بتبقى كل قد ايه؟ كل 4 سنين. مين بيرشحك انك تكوني في البطوله دي؟ المدرب ولا انت اللي بتقرري ولا مين؟ لا هو الاول لازم ابقى في المنتخب، احنا بيبقى عندنا تصفيات عشان يعملوا منتخب، وبعد كده بيبقى عندنا تصفيات جوه المنتخب نفسه علشان يشوفوا مين اللي هيسافر من المنتخب. انا هخش كمان 4 سنين البطوله وهنفسك خلاص، انا هروح النهارده اتعلم القوس والسحب مش هزار ماشي، وعلى فكره هاخد البتاع دي مش هديك. لا بس شكلك على فكره لايق عليه الميداليات يا اشرف. لا انا انا كويس، لا انا لعيب قديم مش هزار. أميرة نورتينا وشرفتينا وشرفتي مصر، ودايما يا رب من بطولة لبطولة والنجاح لنجاح إن شاء الله. إحنا فخورين بيكي وبكل الناس اللي رجعت من الدوحة وجايبة ميداليات، حتى لو ما فازتش وما جابتش ميداليات، مجرد إن هي بتحاول إن هي ترفع علم مصر عالية، مجرد المحاولة دي حاجة نفخر بيها جميعا. أميرة منصور شكرا ليكي. أنا بشكرك وألف مبروك علينا، وألف مبروك على الميداليات بتاعتك. إن شاء الله البطولة اللي جاية برضو تحوزي على مش 6 ميداليات، ده هيكونوا أكتر من كده بكتير إن شاء الله. والأكتر من كده إن الأمل بقى بجد إن يكون الحاجات دي أو الألعاب دي عليها سبوت لايت كبير قوي، الناس تشوفها في التلفزيون يعني تتذاع كده مباشرة الماتشات بتاعتهم، ونشوفها عشان نفرح بأبطالنا ونحس بيهم يعني، حتى هم يتشجعوا أكتر ويجيبوا لنا ميداليات أكتر ويرفعوا اسم مصر أكتر. شكرا يا أميرة بشكرك، ميرسي قوي. أميرة وإحنا بنختم كده عايزة تبصي للكاميرا وتقولي لوالدتك ووالدك أي حاجة؟ أكيد طبعا. قولي بسرعة. أنا بشكرهم طبعا على كل حاجة، هم ساعدوني في حاجات كتيرة جدا غير الرياضة وفي المذاكرة برضو كل حاجة، فطبعا بشكرهم على كل حاجة. شكرا يا أمير. هي مامتك كمان يعني ست رائعة الحقيقة، احنا شفناها فوق بجد، وبنوجه لها كل تحية على أكيد التعب اللي تعبته مع أميرة. شكرا يا أميرة، ونروح للفاصل ونرجع مرة تانية، لسه موجودين معاكم في نهارك سعيد.